مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الإنساني الاجتماعي ترحموا. أرجو أن تقضوا وقتا ممتعا مع هذه الفقرات اللي حنشاهدها اليوم في هذه الحلقة. إسرائيل بسام ونشر الرحمة سيد الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا في مدينة إب، المدينة الجميلة وعاصمة اللواء الأخضر في بلادنا اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أنت؟ الحمد لله. اسمك؟ مهند. مهند ما شاء الله. محمد. محمد. احنا نسأل هنا، قالوا بو ناس مساكين مستحقين ببيت، بهذا البيت اسمه بيت ما؟ بيت سالم بيت أكرم. بيت سالم؟ بيت أكرم. يعني بيتين. أين بن سالم أنت؟ كيف حالك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ الحمد لله. قل لنا عن بيتكم هذا، كم منكم؟ نحن بس طلبت أصلاً كثير، منا 28 جهل. ما شاء الله، ليش كذا كثير؟ من اللي يصرف عليكم؟ ها؟ لا، احنا نطلب الله. طلبوا لنا بإيش؟ بقلقل بس كريم. تبيعوا سكريم وقلقل؟ أيوة. بكلكم؟ ها؟ لا. من يعمل لكم السكريم؟ نشتري شراء. ما شاء الله عليك. وتدرس أنت؟ إيش من صار؟ نجحت لتاسع. تاسع ما شاء الله عليك. إذا وأخواتك يدرسوا؟ إيه. قلت لي تبيع سكريم وتدرس، وأخواتك الثاني؟ ها؟ نفس الشيء؟ لا، بنصهم ما يطلبوا شاء الله. جالسين. عدم جواء. يعني الكبار كم منكم عيال وبنات؟ نحقق خمس سنتم؟ استلبت إيه؟ أخوة. كلكم عيال؟ لا، معنا بنت. بنت واحدة. كم عمره، هي صغيرة ولا كبيرة؟ بعدك يعني صغير منك. طيب، احنا سألنا عن هذه الحالة مشاهدي الكرام ودلونا عليها أهل الخير أيضا في نفس المنطقة. خليك معي يا عبد، تعال يا عبد الرحمن، بما موجود الأخ تعرف عليك. أكرم أبلان عقل الحارة. أكرم أبلان عقل الحارة، حياك الله أستاذ. كيف كل سنة طيب؟ كل عام وأنتم بخير. شيخ كريم عليك. كل عام وأنتم بشهر مبارك. نسألنا عن هذه الناس، يدلونا وإحنا نجي مفاجأة ما يعرفوش الناس. وإيش رأيك أنت في بيت الصديق؟ الله، الحالة هذه تستحق التعاون والتقدير، وإحنا الحمد لله قد سعينا من بداية الشهر بمساعدتهم بحاجة بسيطة. يجزيكم الله خير. إحنا قسمين عنكم عن زيارتكم المدينة القديمة أمس وأول أمس، وتابعنا بالفيسبوك. الله يجزيك خير أستاذ عبد الملك، أنت معروف بهذه الأشياء، وهذه بداية لأبلان. أن أبلان بالأمانة منطقة مضرة، فيها أسر كثيرة محتاجة، الفقر يعني، وفيها نازحين، والحمد لله رب العالمين، ربنا يوفقكم. شكرا جزيلا لك. إذا نواصل معكم مشاهدي الكرام ونوصل إلى هذا المنزل. المنزل زي ما تشوفوا إنه يعني منزل قديم شوية ومحدث، وهذا البيت يعني هم مستأجر. أنتم مستأجرين منه البيت حقكم؟ مستأجرين. كم الإيجار؟ كم تدفعوا؟ 12,000. طيب احنا هنشوف الحكاية دي وندق الباب. كيف أنت؟ الحمد لله. كيف حالك؟ كل سنة طيبة. أنت أم من؟ أم عبد الرحمن. عبد الرحمن اللي كان معانا اللي دلنا، وكثير من الناس دلونا عليك. والحقة هذه من إيه؟ أم الرجل. إيش في بو سالم؟ أم الحادث لما تكسر رجله وإيديه، بعده مع خلاص مع الله. من يصرف؟ هكذا جهال يبيعه من الناس، هكذا اللي يتأجر. بس هذه السنة الناس ضابحين كلنا ضباحة. طيب، وين بقية العيال الحقيقة؟ قالوا كم معي؟ أنا معي خمسة. هذه بنت أختي زي بعض المشاكل وخلاص، يجلسوا عندنا يدرسوا؟ يدرسوا، خليهم يدرسوا ويولوا المدرسة، وارجع يدخل يبيع السمبوسة والبطاط، يرجعوا يطوبروا وأنا أكمل، وارجع أتروح أدي لزوجي عصبه. زوجك هنا؟ موجود؟ لا، موجود بس الحين ولي معه. يعني يخرج بالعربي. كرسي متحرك. شو يسوق هذا؟ قبل كلام حلو انه يبيع سكريم. يعني يلاقوا مصاريف اللي تمشيكم؟ اللي تمشينا هكذا، زارت حن تمشينا، زارت حن. طيب احنا نشوف المناطق الشعبية زي ما قلت لكم مشاهدين الكرام، متعاطفين جدا مع بعض، يحبوا بعض. يعني احنا سألنا عن البيت هذا، الا كل الناس دلونا، حتى في بعض الأسر بيشاوروا لي من الطواق يقولوا انهم مساكين كويسة. انت بسمع؟ أيه. من يكبر؟ هذا بنت أختي اللي ضاع زوجها. ها، بقى جالسين عندكم يعني زدت تحملتيها؟ أنا ما حملتينها، واللي بقى أخوتها مجانين، أبوها مجنون.
كيف عملها؟ ما تحملتي يعني حيب كبير. أم عبد عبد الرحمن. عبد الرحمن كويس، تتكلم كلام حلو، عجبني كلامك أنت. يعني وكيف تنظم وقتك بين الدراسة وبين أنك تؤدي واجب الوالدة؟ لا ذاكر أنا أول شيء، كملت والله ورجع كذا ذاكر. ودرجاته كيف بالمدرسة؟ الحمد لله الحمد لله. يعني شاطر وشغال. الحمد لله اللهم لك. كويس. طيب انا اشكلمك كلام في منتهى الايش الجمال والقوه. ايش انا اشتطلب رايك باثنين او بثلاث حاجات. شوف ايش رايك بامك؟ الحمد لله. كيفي؟ تجلس تذاكر لنا وتفهمنا وتخلينا نذاكر وما تخليناش نلعب بالشوارع تحافظ عليكم. طيب قلت لي معاكم بنت واحده صغيرة أصغر؟ قال صغير منه. هي صغر منه بس ما شاء الله أكبر منه بالطول. وهذا أهل ليش؟ بالتحفيظ. بالتحفيظ للقرآن. القرآن ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. الولد الظريف اللطيف. الولد الظريف هذا اللي يقبل مسمى عدو مش داري. اسمه عبد الغازي. ما شاء الله. كيف حالك؟ كيف حالك؟ خير. صايم؟ ايه. ما شاء الله. متى تفطر؟ بعد شوية. بعد شوية مغرب إذا صح. إن شاء الله إن شاء الله عليك. أرجع لك ثاني مرة. طيب وإيش رأيك بأبو؟ أبي مسمى عادي. كيف؟ نفس قدوتي. و عين مرحمه يخرج يبوله هذا الولد. الولد لاني مهلني شيء يخرج يبوله ما بالله على ذي تقلع تقلع نقلبه هكذا مستحلون. قصة ثانية. طيب الشيء الثالث اللي أسألك عنه مو سؤال، انه كيف عملتم رمضان؟ ايش رايك لو من قدم لكم نسبة مساعدة يعني هدية رمضان؟ ايش رايك؟ جزاه الله خير واشكره. شكرا. شكرا كثير. وانتم محتاجين لهذه الهدية في الوقت هذا بالذات؟ نعم. لك ولاخواتك. تمام. اذا مشاهدي الكرام احنا بنواصل هذه الحكاية. لازم من وصولها الموضوع هذا ونشوف واحدة من السلال الغذائية. الله يحفظك ربي. عندها ذي جزائي ولا خيرها كذا يحفظك ربي. تفضلي شوفي هذه السلة يعني فيها حاجات كثيرة. تمام. مقدمة من الشركة اليمنية للهاتف النقال سبع فول. هم عاملين حملة رمضان شهر الخير واليمن تجمعنا. جاي لك بخير يا أستاذ. كفي إن شاء الله رمضان حاجات؟ تحتاجي مصاريف أو شيء؟ الله يحفظك. قد انتديت لينا انتديت. الله يحفظك. الله يسلمك. لك بخير. وفي مبلغ مالي مقدم من شركة اليمنية للهاتف النقال سبأ فول. قدمت 50,000 ريال. مبلغ إن شاء الله يعني يغطي لك مصاريف حاجة كويسة إن شاء الله. تفضل. الله يجازيك الخير. أنت ست عظيمة وست رائعة وتستاهلي كل خير. وإن شاء الله كل سنة طيبة علينا وعليكم العافية. وصيام إن شاء الله مقبول لكم ولأسرتك الرائعة هذه. وهكذا مشاهدي الكرام نتفاعل قليلا ونحس بهذه الرحمة التي يجب أن تسكن قلوبنا جميعا. اليمنيين معروفين بالتراحم ووقفتنا مع بعض. أرجو من الإخوة المغتربين اللي بيرسلوا لنا للبرنامج رسائل وتليفونات لا ادعموها بشيء واضح بمبالغ مالية. الأرقام بتظهر لكم على الشاشة. أنا أخصكم أنتم بالذكر أنه تتصلوا كثير للبرنامج ولا تجدون الوسيلة، لكن أقولها لكم الآن. البرنامج إن شاء الله هيستمر بعد كذا طالما أنتم موجودين يعني تدفعوا دعم له، والدعم هذا سيذهب إلى المحتاجين أمثل هذه السيدة الفاضلة الرائعة أم عبد الرحمن في مدينة إب. التواصل يجب أن يكون عبر البرنامج. أنتم كثير تطلبوا بعض التليفونات للأسر هذه، إحنا لا نستطيع أن نديكم الأرقام، يجب أن يكون عن طريق البرنامج وعن طريق عقال الحارات سيتم الترتيب هذا الموضوع. أشوفكم إن شاء الله مع حالة أخرى. لكم مني أطيب التحيات وأشوفكم على خير. حولها مساء أحلام تشرق في الصباح والهم حولها مساء ومن باب إلى باب تراحموا نزرع البسام وننشر الرحمة شهد الكرام.
الحارات هي الحارات، والناس تختلف من بيت إلى بيت، كل أسرة وكل ناس معهم حكاية. حكايتنا اليوم حتكون مع واحدة من الحارات هنا في واحدة من الحارات في الحديدة. نشوف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمك الكريم؟ يوسف سليمان. يوسف حياك الله. اسم المنطقة؟ حي الربصة. في الحديدة. ايوه، احنا بنسأل على بعض الناس المساكين المستحقين، فقالوا لنا في هذا البيت، صحيح؟ بالضبط، نعم. ايش فيك؟ والله ام معها 6 بنات وطفل. نعم. حالتهم صعبة. يعني حالة مستحقة فعلا؟ اي نعم نعم. قلت لي 6 للظروف. نعم، 6 بنات وطفل. ويعني جزاك الله خير، يعني دل الخير كفاعله. شكرا جزيلا لك. جزاكم الله خير، وجزاكم الله خير على الفعل الإنساني هذا اللي تقدموه للمحتاجين والمساكين في الظرف الحالي نعم، إنه الناس مستحقين فعلا، والحديدة فيها حالة لن تستحق هذه التكاتف. أنا أتمنى من كل أهل الخير اللي بيتابعوا البرنامج، أما اللي اشتركوا فيه فألف شكر لهم، وأنتوا بتلاحظوا حقهم استلال والمبالغ المالية اللي بتعطى، لكن أتمنى من الراغبين، وأتمنى أنه يكثروا، يعني يشوفوا العنوان بيمر التليفون تحت الشاشة هنا ويتواصلوا معنا، ونشوف كيف نوزع هذه الهبات منهم. شكرا لك أخي، ونكمل الحالة. مشاهدي الكرام، أشاروا علينا بهذا البيت، وإحنا بنفس الطريقة بنأتي إلى البيوت هذه وندق الأبواب ونشوف الحكاية. السلام عليكم، كيف حالك؟ تمام. اسمك الكريم؟ عمر سالم فتينة. هذا بيت من يا عمر؟ بيت سالم فتينة. سالم أبوك؟ والدك؟ طيب ممكن ندخل؟ إحنا نصور؟ إذا مشاهد الكرام، إحنا أخذكم لوحدة من الحالات هنا في هذه الحارة أو المنطقة في الحديدة، خليكم معنا ونكمل معكم الحكاية ونشوف. تفضل ندخل. استأذناك وأنتم عاملين حسابكم إن إحنا جينا نزوركم ونشوف المنازل في الحديدة معمولة بشكل جميل، بقى يعني كثير، يعني في فسحة في البيت. مشاهد الكرام، الحالات نفس الحالات، يعني تختلف من واحدة إلى أخرى، لكن نشوف الترتيب. الحاجات الجميلة هنا في المنازل هذه الشعبية إنه بيرتبوا أنفسهم بشكل جميل. ونشوف. السلام عليكم أمة. السلام عليكم. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبين. اسميك الكريم أم؟ أم عمر. أم عمر، حياك الله. تعالي يا عمر هنا. كيف حالك أم؟ كيف البيت؟ كيف رمضان؟ الحمد لله كويسة. المنطقة هذه كم لك ساكنة في البيت هذا؟ حوالي 5 سنوات. 5. بيتكم؟ لا، مستأجرينه. كويس. معك إذا كباش وغنام؟ أحيانا ما تصعب الإيجارات والمصاريف وكذا، بنلاقي من هذه. ترتب عمره ما شاء الله عليك. أنت ما معكش عمل؟ حاليا لا. والأول كان معك؟ كنت أول أشتغل بعدين رجعت. ما زوجتي كذا؟ أيه. طيب كم معك أولاد وبنات؟ معي ولد واحد، معي 7 بنات. لا ما شاء الله ما شاء الله العدد. الواحدة مع أبوها في القرية والباقي هنا. كم أعمارهم يما؟ هذه عمرها داخل في 7. أهلا 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 بالبطلة، كيفك أحلى؟ حنين. أنت اسمك حنين ما شاء الله. وأنتي؟ وجدان. وجدان ما شاء الله عليكم. أيوة أما قلت لي كيف. وطيب منو اللي بي مصاريفكم وكذا؟ من؟ والله كل يوم على الله. زوجك يشتغل؟ اشتغل على موتور. أنا سمعت قالوا لي حتى الموتورات اللي عنده، معه 2 موتورات، قالوا عطلانات كمان. واحد شغله، واحد مش حقه، ذاك خليه عنده. يعني يستأجره؟ لا لا، حق أخي بس محطيه عند إحنا، مش حقه. هو بالإيجار وهذا يمشي الحال مصاريفك؟ مشي الحال. مشي الحال. مصاريف يومية. وانت تشتغل؟ كنت شغال دحين واحد. دراسة؟ كان هذا يدرس في 9، بعدين ما كملش عشان الأوضاع وال. إنه اشتي يشتغل اشتي. أيوة. ساعد أبوه. ساعد. والبنات؟ والبنات في منهم 2 يدرسوا في نحو الأمية، واحدة تدرس صف 7، بعدين لسه ما خلصناش. طيب رمضان كيف سويتوا وانتوا مصاريفكم؟ والله لسه على الآن على الله، حتى إنها مش كل يوم ربيها واللي إحنا بيومه. في سلة غذائية احنا هنشوفها الآن، إن شاء الله تكفيك طول شهر رمضان وبعده، لأنها سلة كبيرة. طيب نشوف مشاهد الكرام السلة هذه الغذائية اللي موجودة إن شاء الله. يا أم عمر تفضلي معي. فيها حاجات يعني إن شاء الله تساعدكم كثير، فيها رز وفيها سكر، فيها لبن وطحينية طحين والسكر. جزاكم الله ألف خير. الله يسلمك، وأنت ست عظيمة ودورك حلو، أنت ما شاء الله مسكعية. الحمد لله على كل شيء، لازم الواحد إنه يصلح اللي يقدر عليه.
انت ما شاء الله عليك. طيب هذا مبلغ مالي ايضا مقدم من امازون، من منتجات امازون اللي قدمت هذه السله الغذائيه المتنوعه، وال يعني ما شاء الله فيها حاجات كثيره تنفعي. وهذا مبلغ مالي 50,000 ريال يساعدك في ظروفك. كل سنه وانت طيبه يا ام عمر، شكرا جزيلا ورمضان كريم علينا وعليكم. علينا عليكم ان شاء الله باذن الله. شكرا جزاكم الله الف خير. جزا الله فاعلين الخير اللي بيوقفوا. احنا اللي مين معروفين بهذه الحاجات، نتكاتب مع بعض ونساعد بعض. كانت هذه الحاله مشاهد الكرام حاله يعنيها مستثنى، ست عظيمه ولا زالت صغيره في السن لكنها تحملت جهد ومسؤوليه كبيره. البنات انا شفتهم كبار ما شاء الله، ورجعتهم يدرسوا ثاني مره برغم انه سنهم كبير، ودتهم محو الأمية. ايضا ابنها مشرفة عليه، ايضا عامله مشروع جميل لهذول الكباش، يعني تمشي حالك. تمام، شكرا لك، كل سنه طيبه، واسيبكم على خير يا عمر. كل سنه طيب، كل سنه طيب، الله يديك العافيه. شكرا. وهكذا مشاهد الكرام كنتم مع هذه الحاله، ان شاء الله نتقابل مع حاله اخرى في برنامجكم تراحم. حولها مساء ومن باب الى باب تراحموا نزرع البسمه وننشر الرحمه ونتراحم. حاله اخرى من الحالات اللي احنا هنا في اب بنتابعها، يعني ناس مستحقين بالفعل، حنشوفهم. تفضلوا نوصل للبيت. البيت صغير وشعبي، يعني مساكين، شكله كذا شكل البيت فعلا قديم ورائع. نشوف ندق الباب. ندق الباب. عبد الله صادر، تفضل. افتح. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل، كيف حالك اخي؟ اهلا. كيف انت؟ بصراحه حي الله وصلك. الله يجزاك. اشرح لي يعني اسرتك، عددكم. من انا طبعا انا والمراه وسته، خمسه اولاد وبنت. ما شاء الله. قاعد تشتغل؟ ما في، معطل، ما بش عمل الان على الفتره هذه. بس اشتغل انا يعني بالكهرباء. درست؟ تعلمت؟ درست. ايش وصلت؟ لثالث اعدادي. ورمضان كيف بالمصاري؟ والله على الله. قالوا معكم مرض ولا واحد؟ انا تعبان. ايش في؟ عندي صرع. من متى؟ من زمان. كم يكلف العلاج؟ يعني كم؟ والله يا سيدي الناس يعني ايام يوميا. يعني تكلفك؟ تكلفني 5000. 5000. وبعدها تستقر معك؟ الاسبوع. كل اسبوع. قلت لي رتبت رمضان، ما رتبت مصاريف للجهال. والله على الله ما فيش. طيب ان شاء الله تدبر. اهل الخير في البرنامج فاعل الخير اللي بيقدموا هذه المساعدات. احنا نشوف واحده من السلال الغذائيه يعني فيها حاجات كثيره، ان شاء الله تكفي الجهال، تكفي مصاريفك لشهر رمضان. قدمها من اس بي سي، مركز كبير هنا في صنعاء، وفيها حاجات ان شاء الله للجهال. تمام، جزيكم الله الف. الله يديلك العافيه. سلمك. في ايضا مبلغ مالي انا اقدمه، مقدم من واحد من الاخوان المغتربين، ما بيرضوش يذكروا اساميهم ويقولوا نقول من فعل خير جزاهم الله كل الخير. والاخوه اللي بيشاهدوا البرنامج ويشوفوا التليفون الان بيمر، يقدموا هذه بثلاث تبرعات، اتصلوا بنا واحنا حننسق مع الناس ونوصل. بعض الحالات السله الغذائيه ما تكفيش، لازم مبلغ مالي، خاصه لما يكون معه مرض مثل الاخ عبد الله. شفنا انه معه قضية الصراع وما صراع ويحتاج أدوية. برضو اللي يحب يدي علاج للأخ أو مبالغ مالية للأخ عبد الله يقدمها وإحنا حنوصلها لهم. هذه 20,000. كل سنة طيب أخ عبد الله وشهر كريم. حال جميع إن شاء الله. سنة طيب. وهكذا نشوف حالة ثانية ونتواصل معكم مشاهدينا الكرام في حالة أخرى مستحقة. ومن باب إلى باب نزرع البسمة وننشر الرحمة ونتراحم. وبهذا القدر مشاهدي الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أرجو أن تكون قد يعني أدخلت الرحمة إلى قلوبكم جميعا. أتمنى إن شاء الله أن نتقابل في حلقة قادمة. لكم مني في الأخير أطيب التحيات وأرق المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ah, ah, ah.
خلف كل أبواب ديرتنا أوجاع ولام ودموع وأحلام وعيون ذبلان واسى وجراح لما تنتسى وعيون ذبلان واسى وجراح لما تنتسى أحلام تشرك في الصباح والهم حولها مساء أحلام تشرك في الصباح والهم حولها مساء ومن باب إلى باب